تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أحد مشروعات الإسكان التي تنفذ لصالح أهالي المناطق غير الآمنة في مدينة السلام بحضور وزيري الإسكان والتضامن ومحافظ القاهرة. استهل رئيس الوزراء جولته بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات في أرض الإنتاج الحربي بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوي على مساحة 230 فدانا بكلفة إجمالية تصل إلى 1,700,000,000 جنيه. أكد رئيس الوزراء الحرص على المضي في استكمال هذا المشروع، كما كلف بعرض موقف تأثيث الوحدات المنتهية أسبوعيا لتكون الوحدات جاهزة للتسليم للسكان في المناطق غير الآمنة. كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ مشروع سكني بديل العشوائيات بالحي 24 بمدينة العبور الجديدة. أشار إلى تنفيذ 20,000 وحدة إسكان اجتماعي وبديل عشوائيات بالعبور الجديدة، موجها بضرورة العمل بشكل متواصل لتنفيذ هذا المشروع في التوقيتات المحددة له. كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المشروع من وزير الإسكان عاصم الجزار الذي أشار إلى تضمنه تنفيذ 96 بناية سكنية تضم 3,260 وحدة سكنية مختلفة. كما تفقد رئيس الوزراء مشروع معا بحي السلام أول والذي يعد المرحلة الثانية من هذا المشروع، والتي تتضمن تنفيذ 100 بناية واثنتين بواقع 3,312 وحدة سكنية. تم الانتهاء من المباني بنسبة إنجاز بلغت 100% ليصل حجم ما يوفره المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 4,416 وحدة سكنية مختلفة. عبر الهاتف ينضم إلينا المهندس إيهاب حنفي المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات. باشمهندس أهلا وسهلا بحضرتك. إلى أي مدى أو إلى أي مرحلة بالأحرى وصلنا في استراتيجية الدولة للقضاء على المناطق غير المخططة أو المناطق غير الآمنة؟ أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ مشاهدين. وخلينا أقول إن طبعا إحنا عندنا قضية العشوائيات زي ما حضرتك ذكرت كده، إحنا عندنا المناطق العشوائية غير الآمنة والمناطق العشوائية غير المخططة والأسواق العشوائية. في الحقيقة احنا بالنسبة للملف الغير آمن هو ده يمكن اللي بيعنينا الفترة دي، او هو ده اللي واخدين بيه تكليف، عشان تعرف دي حقيقة مناطق يعني بتسبب او مهددة لحياة الانسان. فاحنا كان عندنا 357 منطقة فيهم 240,000 وحدة سكنية. احنا يعني الحمد لله لغاية دلوقتي خلصنا 312 منطقة اللي هو حوالي 190,000 وحدة سكنية، سواء انشاءات او ازالة مصادر الخطورة. عندنا في مناطق جاري تنفيذها، ويمكن هي دي بقى اللي حضرتك المشروعات اللي حضرتك عرضتها من شويه، يعني في منها مشروع معا ده من المشروعات اللي هتفتتح. يمكن عندنا الانتاج الحربي والعبور الجديده لسه قدامهم شويه لان هم بداوا متاخر في الحقيقه. فاحنا دول عندنا اللي هم 45 مشروع اللي هو اللي جاري التنفيذ، وده حوالي 50,000 وحده سكنيه. اعتقد ملف كبير جدا وفي شغل كبير جدا على ارض الواقع. احنا يعني ان شاء الله المناطق، معلش باشمهندس، هو المناطق غير الامنه والمناطق غير المخططه هناك شكل من اشكال الاختلاف في طريقه توفير السكن البديل اما داخل المنطقه بعد تطويرها واما الابعاد لمكان اخر، لو امكن توضيح الفوارق بين طبيعه توفير السكن في الحالتين. طيب خليني اوضح برضو ان المناطق الغير امنه دي مناطق طبعا ليها درجات خطورة، أربع درجات خطورة، يمكن أسوأهم الأولى والثانية اللي هي مهددة، يعني معرضة لانهيارات جبلية أو عبارة عن عشش أو يعني مباني مبنية من مخلفات البنى وأسقف خشبية. هو ده يمكن المناطق الغير آمنة اللي احنا شغالين عليها. فده لإما بنطور في نفس المكان زي ما حضرتك بتقول أو في أقرب مكان لمنطقة التطوير. يمكن دي الدروس اللي احنا استفدناها قبل كده، إن أنا ما ينفعش أن الناس لمناطق بعيدة ويروحوا هناك مفيش خدمات موجودة يبتدوا يرجعوا يعملوا عشوائيات تاني. عشان كده يمكن حضرتك حكيت لازم ان معظم المشروعات التطوير بتتم في نفس المكان او اقرب مكان، يعني المناطق اللي صعب ان احنا نطور في نفس المكان بنطور في اقرب مكان موجود. وفي نفس الوقت كل المشروعات اللي بيتم تنفيذها دي متكاملة الخدمات. بمعنى مثلا عندنا الاثمارات ده مشروع متكامل الخدمات، مدارسه بفرص العمل اللي موجوده بحتى مراكز الشباب، الخدمات الدينيه، الخدمات التجاريه، كل الخدمات اللي تهم المواطن موجوده. على غراره برضو مشروع معا حلاقيه نفس الموضوع، يمكن بيزيد شويه كمان هناك عشان تعرف هو في مرحله يمكن من خلال الفنان محمد صبحي اللي هي مؤسسه معا
فيمكن هو عامل هناك يعني في مسرح وفي 4 دور سينما، يعني اقصد اي مشروع بيبقى متكامل. ده بالنسبه للمناطق غير امنه. المناطق غير مخططه في الحقيقه احنا ما بنزلش المباني، لان هي دي مباني احنا بنقول ان هي يعني وحدات انشات في غيبه من القانون، يعني ان هم مش يعني مش عايز اجيب بسوء يعني انا اقصد مش مطبقين معايير التخطيط السليمه او طبقا للقانون، بمعنى ان الاشتراطات لا تخطيط ولا اشتراطات بنائيه مطبقه في هذه المناطق. نعم بالضبط. فبالتالي هنلاقي في مشاكل كبيره جدا في خدمات المرافق بالكامل، ضيق الشوارع، ان الشوارع مش مسفلته مش متبلطه. فهو دي يمكن الجزئيه اللي احنا بنشتغل عليها في الغير مخطط، او دي المرحله العاجله اللي احنا شغالين عليها، ان احنا بنحاول نعمل يعني نوفر لو الشبكات الصرف الصحي او مياه الشرب او حتى اطفاء الحريق، الاناره، الاسفلت، الرصف يعني بشكل عام، ده اللي احنا بنخش عليه على طول. فهم المواطنين موجودين في اماكنهم زي ما هم. طيب باشمهندس ايهاب معلش، في المناطق غير الامنه اذا ما استلزم الامر عدم امكانيه البناء داخل هذه المنطقه لانها تمثل حاله من حالات الخطوره في المستويين الاول والثاني، كيف تتعامل الدولة مع هذه المنطقة التي هي بطبيعة الحال لا تصلح للسكن، توظيفها، إعادة استخدامها واستثمارها، كيف تتم الجهات المشرفة على هذه المسألة؟ طيب خلينا أقول برضو لازم يعني في حتة أوضحها برضو، إن إحنا يعني حتى لما بنبقى بنشتغل في مشروع ويعني في حاجة ملحة إن إحنا لازم نزيل المنطقة بالكامل لأي أسباب خطورة أو لسبب إن إحنا هنبتدي ننشئ، الدولة بتوفر الإيجارات بالكامل. صحيح. والفترة التطوير. نعم. المناطق في الحقيقه ويمكن دي جزئيه اللي بيهتم بيها جدا دلوقتي القياده السياسيه، ان انا مش هينفع ان انا يعني انشئ مشروعات جديده او اطور منطقه وبعدين الاقي في عشوائيه ظهرت تاني. صحيح. فبالتالي كل المناطق اللي هي الخطره اللي احنا بننقل الناس منها دي في الحقيقه ليها مخطط اعاده تطوير. يمكن احنا يعني كان في لجنه ما بيننا ومحافظه القاهره وهيئه التخطيط العمراني، وتحط رؤيه ازاي استغلال المناطق دي كله حسب درجات خطورته. يعني في مناطق ما ينفعش ان انا اعمل عليها انشاءات نهائي، فدي بتبقى مسطحات وممكن ما تبقاش مسطحات خضراء لان برضو الميه ليها تاثير عليها. ففي الحقيقه كل المناطق اللي تم ازالتها اللي هي صعب ان احنا ننشئ فيها وحدات سكنيه تاني، ده معمول لها رؤيه ممكن تبقى اسواق من دور واحد، منشات خفيفه لخدمه المواطنين اللي حواليها بعد تهذيب الصخور اللي حواليها. فكل ده معمول له يعني زي خطه ورؤيه، وبالفعل احنا ابتدينا ننفذها دلوقتي مع محافظه القاهره في اطار يعني اللي هي تطوير المناطق الغير مخططه. نعم باشمهندس ايهاب، الزملاء هم بيعرضوا في هذه اللحظات للقطات لوحدات سكنيه لعلها من بين ما يعرض الان، مستوى جوده التشطيبات اللي بتتم داخل هذه الوحدات، مستوى التأثيث، حتى لان قاطن هذه الوحده يذهب كما يعني نقول باللغه الدارجه يستلم على المفتاح، مستوى شديد الرقي والادميه والاحترام بل شديد الانضباط في مستوى الجوده اللي بينفذ بها، طبيعه الكلفه اللي الدوله بتتحملها باشمهندس ايهاب في الوصول ليس فقط لمستوى بناء راقي ومنضبط وحضاري لكن حتى مستوى التأثيث شديد الرقي والادميه. والله برضو خلينا اقول برضو ان دي في الحقيقه دي توجيهات من الاول، يمكن احنا كنا بنقول يعني احنا حتى تطوير العشوائيات احنا ان شاء الله قريبا مش هنقول تطوير العشوائيات، احنا بنقول تنميه حضاريه. نعم. بمعنى احنا خلاص وصلنا لمراحل ان احنا دي مراحل تنميه، عندنا الانسان، احنا يمكن بنقول عندنا في صندوق الانسان محور تطوير المكان، في توجيهات كبيره جدا احنا بنقول توفير حياه كريمه للمواطن. هي الحياه الكريمه ان انا اقدر اوفر له يعني وحدات. انا عايز اقول لحضرتك ان يمكن اللجان اللي بتستلم او اللي احنا بالنسبه لنا لما بنكلف مكاتب استشاريه، انا عايز اقول لحضرتك الدقه في استلام الوحدات لدرجه ان يعني الناس كلها تقول لك يعني انت لو بتستلم كومباوند مش هتستلم بالطريقه دي. في الحقيقه لا، في اهتمام كبير جدا، توفير كافه الخدمات، تاسيس زي ما حضرتك قلت الوحدات بيسلموها مؤسسه بالكامل، المستوى التشطيب عالي جدا، الخدمات كلها متوفره. خلينا اقول ان يعني قضيه تطوير بس المناطق العشوائيه غير الامنه هتكلف على الدوله ما يقارب ال 39 مليار جنيه، احنا صارفين يمكن لغايه دلوقتي حوالي 29.5 مليار. ويعني وخلال الفتره اللي جايه دي اللي هي فتره التسليمات المشاريع هنستكمل الباقي. الغير مخطط يمكن دي قضيه كبيره جدا، و لان احنا بنقول 152 الف فدان، يعني حوالي 37% من العمران في مصر غير مخطط، وده في الحقيقه داخل في حوالي يمكن
318 مليار جنيه ومعمول على 10 سنين. باشمهندس إيهاب حنفي المتحدث باسم صندوق تطوير العشوائيات، أنا كنت أتمنى أن أتوقف مع حضرتك على إسهام المجتمع المدني في هذه الأعمال الجسام الحضارية الراقية كما تابعناها، لكن للأسف هذا ما سمح به وقت هذه المداخلة. أشكر حضرتك شكرا جزيلا.